بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك نعيدكم ويعلكم من عواده حكومة وشعبا. مبارك نعيدك. مبارك نعيدك. ومبارك ويني؟ طاحت؟ دخل صلاح؟ بعد؟ بتنعش في زار انت. مادة زار يا أنس. صلاح ها ضيوف جايينك الحين انت ما قهويتهم ولا شياته؟ انا هذه القهوه والشاي والدنيا ولا هاك بيسات ابوي لازم تعبل منهم. وين بتروح؟ بديت ابو باب. بس بيت عبد الجليل؟ ايه. شيء عيدي ولا بلاش؟ لا بوكين. ها؟ شال بوكين حق العيديه؟ ايه. يا ربي مقواك بوكين. ما بوقف ابو باب. هذا واحد والثاني؟ سياره خليه جماعة جايينك صلاح بتجفيبهم؟ لا بابا ها يقول زين دروبك لك بس البيت عبد الجليل. بحبليه. انزين شو مشكلة؟ صلاح صلاح شو تقول انت الحينه؟ الوس؟ هي حنين. هين هي يقول لك هين تشوف عندها فلوس يا بعده. الحينه شبهك ساير على خوالك ولا عمومك؟ خوالي. انزين منو خوالك؟ خالي محمد، خالي احمد، خالي غيث. شغيث بن منو؟ غيث من جمهور. والنعم وعمومك منو؟ عمي ناصر، عمي مهير. قول بن مهير. ما شاء الله عليكم، الله يطرح فيكم البركة. وحمد الحبيب صاخ هذا الحبيب. اي شو السالفة؟ ابدا تقول حق الريال خلصت؟ عيب حبيبي. لا لا يقول حق الريال خلصت الشاي يلا سر بيتكم. يبي يتلاحق هايلا قبل ما يظهرون من ميالسم. حبيبي تو الناس الحين الواد توها تيلس الميالس. بس بس بيندحق ما يبي شاهي. انت الحين تقولهم باي باي؟ لا ها قال خلصت الشاي القهوه يلا برايك بروح. صلاح عيب حبيبي. صلاح اشوف العيد يراوني ما باخذ منها. يا ربي يا صلاح بتغدي مليونير انت وابوي. صلاح صلاح شو تحسب يا ربي؟ حق كم ودي يظهر هالبوك ويحسب اللي فيه؟ هذا في بات صلاح بعك محتفظ في العمله ما العمله تايلند بات عندك؟ رخيب صلاح متنقنق. يا ربي ضاعت الحسبة ضاعت الحسبة. كم هايل صلاح؟ كم هايل؟ 100 بهالكثر 100؟ قولوا جبن بطيخ بطيخ قولوا بطيخ بطيخ. صلاح قول بطيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم يا من في القبور، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تد عايدنا عاد على اللي في البيت وفريجنا والسايد والياي وين عاد حق هلب القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم. والحين مرة في وي فريج التيار مرة ولا أنا مخاطي بنعايد بهم أبوي وعقب البيت محمد بن زايد. إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بنشر غدانا وبنتصير أبوي انتغدى بشقيقتنا الكبرى أم محمد في دنياس يا الله يحفظها إن شاء الله. هذا ولد خالتي عبد الله بن درويش الكتبي راشد بن درويش. هذا عيالهم ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. ها في الميلس الداخلي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اسمك انت؟
خليفة بن راشد بن درويش الكتبي. خوالك منو؟ الرميثاق قام الفوت. والنعم. حصلت عيدية. عيدية فلوس كم حصلت؟ أنا. خيخ. وين سرت؟ عيب الدليل. بيت عم دليل. وبعد؟ وبعد؟ خلاص شطيته؟ خلاص. كم حصلت فلوس؟ الدليل. أدري أدري بيت عم دليل بتحصل فلوس وايد. تيار تيار لازم تحصل فلوس وايد. كم؟ 100. ما تشربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين أوجه سيارتي؟ وين إبليس مضيع عياله؟ والجم آخر الدنيا ببنايات هاي كان. حاتي أوجهها في الباركينج هذا، ها شوفوا سيارة مرضك السيارة ما في يرحوني سيارتي ما تهون علي ما هو حالي. أبوي الجم خالي تخرخش ما في ولا آدمي، ثلاث أنفار اثنين وأنا الثالث، يعني جرنين وداس وش هذي حالول. والله مصيبة هاي عيازين.